انت الرابعة مهلا والله نسمع يا رايح هاي يا طاقم يا وتعالوا ابو محمد الله صاحبي تسموه الحافل وراهم الكبار راحوا خلاص خوا خوا وليد صبر صبر التليفون تاعك ينظر لي ميدان داودية من ولايه كيكدا ومثل كافه الولايات رايحين نزحفوا العاصمه باش نترحموا ونحضروا الجنازه تاع فقيد الامه القايد احمد صالح اللي نحتسبوه شهيد عند الله وحنا نقولوا له باللي ما راكش مت راك حي في قلوبنا ونصونوا الامانه ونحفظوا الجزائر ونحبوها اكثر من والدينا وامهاتنا ونحرصوا باش تبقى الجزائر مرفوعه في الامم وعلى عهدكم سائرون وتحياتنا للجيش الوطني الشعبي ودمتم دخلا للوطن والسلام عليكم. الشعب وفى بالكلام تاعه وخرج البلاد من ازمه كبيره والحمد لله ومات راجل وربي يرحمه ويجعله في الجنه ان شاء الله والحمد لله يا ربي وسلمها بالاخميس الجبون بل اثنين كان عند مولاه وربي يجعله في الجنه ان شاء الله ولا شماته في ولا شماته في الموت لا شماته في الموت خاطر ما هو كل نموت وكل نموت واحد ما يقعد في الدنيا هذه ولا حسابه عند ربي. مناضل من حراك 22 فيفري ولاية سكيكدا شمال قسنطينة. بون جماعة نترحموا على وزير الدفاع نائب وزير الدفاع. بون المجاهد غني عن التعريف قدم شبابه كامل سليل جيش التحرير نضاله كامل للجيش الوطني الشعبي. حنا كأبناء أبناء الجزائر وأحفاد زيغود يوسف نحكي على شمال قسنطينة نحن احفاد زيغود يوسف ان شاء الله نطلعوا للجزائر نوريو حنايا واش هو الشرق الشرق واش هو اسكو درك الجزائر لا كابيتال ولا الجزائر يسمى الجزائر العميقه. حنا حاربنا الدوله العميقه باش نلقاو الجزائر العميقه والمجد والخلود لشهدائنا الابرار والله يرحم القايد صلاح وتحيا وزاره الدفاع ويحيى الجيش الوطني الشعبي والجيش الوطني الشعبي والجيش الوطني الشعبي. رانا هنا من ولايه سكيكدا رايحين طالعين للجزائر على الجنازه تاع وزير الدفاع تاعنا ربي يرحمه
من ولايه سكيكده اللي خدم معنا موقف كبير وعظيم وراه مشكور، وحنا اللي خدم معنا موقف ناخذ معاه مواقف ورانا شاكرين على ربي ان شاء الله. خوة خوة